يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند وأولى حلقات هذا الأسبوع. حلقة هتكون مليئة بالعديد والعديد من الأمور الهامة على مختلف الأصعدة، سواء الصعيد المحلي العالمي، وبالتحديد كمان فيما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، وتفاصيل وقضايا مهمة جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم، وكلها بتبقى منبثقة من السوشيال ميديا وتعليقات جمهور النادي الأهلي والقضايا اللي بتشغله على السوشيال ميديا تحديدا، ودي طبيعة البرنامج زي ما احنا عارفين. سؤال حلقة النهاردة ودايما بيبقى مهم بالنسبة لنا، تفاعل حضراتكم معانا على صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وتوقعاتكم لتشكيل الأهلي في مباراة بيراميدز غدا، وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة، وهنشوف تفاعل حضراتكم مع نهاية حلقة اليوم. البداية دايما بتكون بأهم العناوين، نشوف في ترند الأهلي. الفريق يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز. فحوصات طبية مكثفة للاعبي الأهلي قبل السفر للمغرب. أما في الترند العالمي، سواريز يكشف إمكانية بقاء ميسي في برشلونة. أمور كتير جدا مهمة بتهم كل محبي وعشاق النادي الأهلي في كل مكان، عندنا تفاصيل أكتر هنتكلم فيها بس بعد الفاصل، استنونا. هو اللي شاغل جمهور الأهلي على مدار يومين ثلاثة فاتوا؟ يعني الملاحظ على السوشيال ميديا ايه؟ اكيد حضراتكم بتتابعوا، اكيد حضراتكم بتشوفوا تفاعل جمهور النادي الاهلي، وايه القضايا اللي بتشغله وايه اللي بيتكلم فيها جمهور النادي الاهلي. وفي الحقيقه ده دور البرنامج، البرنامج قايم اصلا على كده، ان احنا دايما يكون في تواصل ما بيننا وما بين جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا ومختلف الصفحات بشكل كامل، في التواصل المنطقي وفي القضايا المنطقيه اللي ينفع نتكلم فيها ونتناقش فيها بشكل موضوعي، ده اهم شيء. فركز معايا شويه في الكلام اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي وخلي بالك طويل معايا شويه. كابتن مجدي عبد الغني على مدار الايام اللي فاتت في الحقيقه بيقوم بدور معتاد ليه، هو متعود عليه على مدار فتره طويله جدا جدا تجاه النادي الاهلي، وهو امر مستغرب او ما بقاش مستغرب لانه خلاص احنا اتعودنا على كده من الكابتن مجدي عبد الغني، وشخصه ليه كل الاحترام يعني، لكن احنا بنتكلم على مواقف تحديدا. فبالتالي نفسي اعرف سر الكراهيه من قبل الكابتن مجدي عبد الغني تجاه النادي الاهلي ومسؤوليه. ايه السر في كده؟ في حاله غضب عند جمهور الاهلي؟ في حاله غضب من عند جمهور النادي الاهلي من قبل او في اتجاه الكابتن مجدي عبد الغني. غضبانين، زعلانين، مش عايز اقول واصله لمرحله الكراهيه والزهق من اسلوبه ومن هجومه على النادي الاهلي. لكن ده واقع وحقيقي، وبالمناسبه انا برصد اللي بيحصل على السوشيال ميديا، ده الطبيعي بتاع برنامجنا. فحالة الغضب دي بسبب التصرفات الغير مسؤولة من لاعب المريخ البورسعيدي والمقاولون السابق، وبالطبع طبعا لاعب في النادي الأهلي في بداية مشواره يعني. لكن احنا رصدنا عدد كبير جدا من الأسباب اللي أدت لهذا التوجه في الهجوم من قبل الكابتن مجدي عبد الغني تجاه النادي الأهلي. رصدنا ايه؟ الاسباب بتتمثل في ايه؟ او بتكمن في ايه؟ بتكمن في ان الكابتن مجدي عبد الغني لما طلع لعب في نادي من انديه في البرتغال، يعني اعتقد النادي ده مش موجود على الخريطه البرتغاليه دلوقتي يعني. في فتره من الفترات طلع احترف ولعب هناك. رجع في سنه 92 تحديدا بعد ما خلص مشواره الاحترافي في البرتغال، حاول ان هو ينضم للنادي الاهلي. فبالتالي مسؤولي النادي الاهلي شافوا ساعتها ان مش هيكون في اي استفاده فنيه من انضمام الكابتن مجدي عبد الغني، فخدوا قرار لا يا جماعه احنا مش محتاجين الكابتن مجدي لسببين. السبب الاولاني فنيا خلاص هو خلص كوره، ما فيش، مش محتاجين، خلص كوره. السبب الثاني سبب بيتعلق بالسلوك الرياضي داخل الملعب، والكابتن مجدي في الحقيقه انذاراته كتير، كروته الحمراء كتير، الكلام من ده. فالمسؤولين في النادي الاهلي دايما بيعلوا مصلحه النادي ومصلحه الفرقه، ففي التوقيت ده قال لك لا احنا مش محتاجين ايه الكابتن مجدي عبد الغني. ادي موقف، ادي سبب من ضمن اسباب الكراهيه تجاه النادي الاهلي. طب تعالى للسبب الثاني. السبب الثاني بيتعلق بايه؟ بيتعلق بان في الولايه الثانيه تحديدا لما جه مستر مانويل جوزيه يمسك النادي الاهلي، فالكابتن مجدي طلب
قال لهم يا جماعه انا في البرتغالي جامد قوي، بعرف اتكلم برتغالي، ما تحطوني مدير كوره مع مستر مانويل جوزيه او مدرب عام ابقى موجود في الفرقه. تمام؟ فمسؤولي النادي الاهلي في التوقيت ده لقوا ان مفيش اي ضروره اطلاقا لتواجد الكابتن مجدي عبد الغني. فليه وليه بقى؟ ليه وليه؟ مسؤول النادي الاهلي في التوقيت ده قال لك لا مش عايزين، مش معانا الكابتن مجدي عبد الغني. وهو كان عنده الحاح شديد واصرار ان هو يكون متواجد في الجهاز الفني النادي الاهلي سواء كمدير كرة او حتى كمدرب، اي حاجه يبقى موجود بس. تمام؟ في كل الاحوال انت لازم تحترم قرارات النادي اللي انت يعني بتحاول دايما تقول انا بحب النادي والنادي بالنسبه لي كذا وكذا وكذا. طيب تعالوا في السبب الثالث مع بعض. السبب الثالث، جت فتره من الفترات كده الكابتن مجدي عبد الغني اتخانق وتطاول وتجاوز في حق احد مدير النادي، ويعني تجاوز كان فاق كل الحدود في الحقيقه، وحصلت مشكله كبيره. فالمسؤولين في النادي عملوا ايه؟ الطبيعي، الناس بتعمل الطبيعي، قال لك الراجل ده اتخانق وتجاوز انا هوقفه 6 شهور عند كل النادي الاهلي. وبالفعل توقف الكابتن مجدي عبد الغني 6 شهور عشان ما يخشش النادي. ده كان قرار من مسؤول النادي الاهلي في هذا التوقيت. ده سبب ثالث من ضمن الاسباب اللي ادت للكراهيه الكبيره عند الكابتن مجدي عبد الغني تجاه النادي الاهلي. تمام؟ والامور واضحه اهي زي يعني الناس كلها شايفاها وضوح بطريقه كبيره جدا يعني في الحقيقه. ادي موقف او مواقف من ضمن المواقف العديده من الكابتن مجدي عبد الغني. لكن في الحقيقه الكابتن مجدي واخد هذا التوجه دون مراعاه التوقيت اللي الاهلي محتاج فيه دعم. احنا دلوقتي يا جماعه كلنا عارفين الاهلي مقبل على بطوله دوري ابطال افريقيا ودور نصف النهائي. فالوقت اللي زي ده محتاج تكاتف ومحتاج دعم، مش محتاج ان انا اقعد اهاجم فلان وعلان واقعد اشتم في ده واعمل في ده بالاسلوب المعتاد وبالصوت العالي. صوت عالي اوفر زياده عن اللزوم يعني اللي هو خدوهم بالصوت يعني. لكن في حقائق وفي مواقف ووقائع التاريخ دايما هيفتكرها ودايما هيتكلم فيها، لكن ممكن البعض بينساها، لكن احنا هنفكر الناس واحنا هنتكلم. لما فيه هجوم على النادي الاهلي لا هنرد وهنتكلم، لان ده في الحقيقه دور قناه النادي الاهلي. وتحديدا التوقيت، وانا بصراحه مشكلتي مع معظم يعني بعض الاشخاص في الحقيقه اللي خدوا اتجاهات ضد النادي الاهلي الفتره اللي فاتت هو التوقيت. سواء واحد كتب تويته في توقيت مش مناسب، واحد اتكلم بشكل معين في توقيت غير مناسب، والفرقه مقبله على تحدي كبير زي تحدي بطوله دوري ابطال افريقيا. لكن احنا لو هنركز مع الكابتن مجدي عبد الغني ففي امور كتير جدا ممكن نركز معاه فيها. في حاجات كتير قوي، ملفات كتير قوي ممكن نفتحها. يعني جمعيه المحترفين دي، جمعيه اللاعبين المحترفين، انا نفسي اعرف فين اللوائح بتاعتها؟ فين ليها انتخابات ولا لا؟ طب مين مجلس الاداره يا جماعه؟ طب الجهه الرقابيه مين؟ لكن مش دي قضيتي دلوقتي. ولا هي جمعيه اللاعبين المحترفين اتاخدت بالميراث يا كابتن مجدي؟ خدتها بالميراث ولا ايه؟ لما مشيت كابتن جلال محمود الله يرحمه، احنا نفسنا نشوف ايه موضوع جمعيه اللاعبين المحترفين، بس برضو دي مش قضيتي، مش هتكلم فيها دلوقتي. بس اوعدك واوعد كل جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيبقى محتاج الحقائق تبقى واضحه بالنسبه له ان احنا هنفتح الملف ده ونشوف ايه القصه دي. لكن قضيتي دلوقتي بقى، وده اتجاه وجزء تاني انا عايز اتكلم فيه، وهو استضافته بما انه رئيس جمعيه اللاعبين المحترفين لحسام عاشور لاعب النادي الاهلي السابق. وفي الحقيقه هو بيستضيف عاشور مش عشان قيمه عاشور، لا، هو لمجرد استثمار الخلاف اللي موجود ما بين حسام عاشور والنادي الاهلي. بدليل ايه حضرتك؟ بدليل اول سؤال ساله له، قال له ايه؟ قال له قلالات الاصل دول عملوا معاك ايه؟ يا راجل هو ده اسلوب؟ قلالات الاصل؟ النادي الاهلي ليه الاصل؟ مسؤول النادي الاهلي قلالات الاصل؟ بأمره ايه؟ ده حسام عاشور اتعامل معاه اللي ما اتعاملش مع اي لعيب في تاريخ النادي الاهلي. لكن هو قرر انه ياخد اتجاه تاني، طب الاهلي هيعمل له ايه؟ يعني الاهلي هيعمل له ايه؟ انا دلوقتي عاشور قلت لك كذا وهعمل لك كذا وكذا، حاجات كتير جدا اتعرضت على حسام عاشور. لكن هو قرر ينتهج اسلوب مختلف عن النادي الاهلي، عن مبادئ النادي الاهلي وقيم. فدول قلالات الاصل؟ اللي عرضوا كل حاجه على حسام عاشور دول قلالات الاصل يا كابتن مجدي؟ هو انت لو اهلاوي حقيقي فعلا اهلاوي هتتكلم بالاسلوب ده عن النادي الاهلي ايا كانت خلافاتك ايه مع المسؤولين؟
ايا كانت اتجاهاتك ايه. وانا في الحقيقه شاكك ان في توجه معين واجنده معينه ماشي بيها الكابتن مجدي عبد الغني، لكن برضو مش هركز في الجزئيه دي لان لسه ما فيش تفاصيل واضحه بخصوصها يعني. طيب انت استضفت حسام عاشور ولاعب ليه تاريخ طبعا مع النادي الاهلي، محدش يقدر ينكر كده، وانت بتستضيفه لاستثمارك. الازمه مع النادي الاهلي ما بين حسام والنادي، طب فين دورك مع مؤمن زكريا بما انك بقى ايه رئيس جمعيه اللاعبين المحترفين اللي احنا هنركز عليها في الفتره الجايه؟ دورك مع مؤمن زكريا فين اللي مصر كلها بما فيهم النادي الاهلي ها وقف جنبه؟ طب انت فين؟ عملت ايه مع مؤمن؟ ايه اللي عملته؟ وقفت مع مؤمن في ايه؟ وهو ابن من ابناء النادي الاهلي وابن من ابناء منتخب مصر ولاعيب بقيمه عاليه وكبيره جدا وبيمر بظروف صحيه كلنا عارفينها، لكن لا انا هروح اصطاد الولد اللي عنده مشكله مع النادي. ليه؟ عشان اهيج الدنيا واكبر القصه واعمل ازمه ومشكله وكلام من ده في توقيت اصلا غلط. في توقيت تاني الاهلي محتاج لكل شخص بينتمي ليه، لكن كله بيتعلق بالتوجهات والنوايا. طيب الجزئيه الاخيره اللي عايز اتكلم فيها بالمطلع الفاصل، وهي بتتعلق بايه؟ بهجومه الدائم على مسؤولي النادي الاهلي واداره الاعلام في النادي الاهلي بدون وجه حق وبدون اي اسانيد. الناس اللي موجودين في اداره الاعلام في النادي الاهلي مش محتاجين حد يقيمهم، متقيمين بشكل جيد جدا من قبل مسؤولي النادي الاهلي مجلس الاداره. تمام؟ هو مش محل تقييم اطلاقا. دي ناس سمعتها سبقاها. ناس كفاءتها معروفه. ناس بقى لهم 20 سنه واكثر جوه النادي الاهلي محدش مسك عليهم غلطه. وبعدين كابتن مجدي بيقول لك اصل الناس دي في مركز الاعلامي او في اداره الاعلام بيوجهوا صفحات معينه وناس معينه تقعد تشتم فيا. يا كابتن مجدي انت ناسي حاجه مهمه قوي، حاجه مهمه جدا. جمهور النادي الاهلي ما حدش بيوجهه، ما حدش يقدر يوجه جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي دايما بيشوف الامور قدامه وبيقيسها وبيعقلها واذكى مما تتخيل، وبناء عليه بيدافعوا عن ناديهم، بيدافعوا عن النادي اللي بيحبوه واللي بيعشقوه. لو يشوفوا واحد زي الكابتن مجدي عبد الغني او زي فلان او علان بيهاجم النادي الاهلي بطريقه كبيره وبدون وجه حق وبكلام ملوش اي لازمه وملوش اي محل من الاعراب، فلازم هيردوا عليه طبيعي جدا. لكن لا بيتعلق بحد بيوجه ولا حد بيعمل يا كابتن مجدي. ففي الحقيقه الامر فوق كل الحدود وحاجه بقت يعني ملهاش لازمه خالص. وبرده الرساله اللي عايز اقولها للكابتن مجدي ان الاهلي هيكمل واستقراره مش هيتهز ابدا ابدا في الوقت اللي احنا محتاجين فيه هدوء واستقرار معتاده معروفه عن النادي الاهلي. مهما عملت استقرار النادي الاهلي مش هيتهز، وباذن الله باذن الله رجاله النادي الاهلي هيجيبوا لنا بطوله دوري ابطال افريقيا وهنفرح كلنا وكل جماهير النادي الاهلي رغم كل اللي بيحصل حوالين النادي دلوقتي. دي كانت جزئيه مهمه كان لازم اتكلم فيها مع حضراتكم بما انها حاجه منبثقه من تفاعل جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا. عندي تفاصيل اكتر وكلام اكثر اهميه كمان هيكون بعد الفاصل، استنوا. تعالوا نتكلم بقى في المهم بالنسبه لجمهور النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه، وهو الاستعداد المتواصل للمرحله الهامه جدا المقبله بدايه من مباراه بيراميدز بكره باذن الله. موضوع بيراميدز وفوز الاهلي وان الجمهور في جمهور بقى بيشجع الاهلي، هو الاهلي محتاج جمهور عشان غير جمهور نادي يعني يشجعه او يسنده. ثقافه الاهلي واحده، الاهلي عقليته واحده، الفوز. هيلاعب بيراميدز ممكن يكون عندك سياسه او استراتيجيه معينه في المباراه دي تحديدا عشان تريح بعض اللاعبين للمواجهه الاهم والتحدي الاهم والبطوله الاكثر اهميه بعد حسم اللقب المحلي، فممكن تريح بعض اللاعبين تريح بعض العناصر، لكن في نفس الوقت انت بتبقى عايز تكسب اي ماتش. ده لو ماتش ودي الاهلي بيبقى عايز يكسبه، جمهوره بيبقى عايز يكسبه، مش مستني مسانده اي جماهير اخرى مع كامل الاحترام والتقدير ليهم طبعا يعني. فالناس واخده الموضوع في اتجاه مش طبيعي او مش منطقي خالص بالنسبه لثقافه النادي الاهلي. فبالتالي الاهلي بيستعد لمباراتي الوداد، هتلعب مباراه بكره وتسافر بقى المغرب وتتفرغ للتركيز الكامل لمباراتي الوداد عشان الهدف يتحقق باذن الله بالصعود للنهائي ومن ثم الفوز بدوري ابطال افريقيا. عشان كده انا عندي تفاصيل كتير جدا في ترند الاهلي النهارده هنتكلم فيها مع حضراتكم
واكيد الناس كلها بتتكلم بخصوص الفريق الاول لكره القدم وبالتحديد من حساب الاهرام على تويتر واللي بيقول الاهلي يختتم تدريباته بمواجهه بيراميدز غدا وفحص طبي للشناوي. النهارده الفريق عنده تدريبات في هذه اللحظات تحديدا بيبتدي تدريبات النادي الاهلي استعدادا لمباراه الغد وبعديها هيتم الاعلان عن القائمه. وفيما يتعلق بالشناوي انا عايز اطمن جمهور النادي الاهلي باذن الله باذن الله واحد احد الشناوي هيكون متواجد في مباراتي الوداد باذن الله. المباراه الاولى كمان هيكون متواجد بنسبه كبيره جدا ان شاء الله تعالى. طيب خلينا نروح لجزئيه اخرى وهي بتتعلق بالوطن سبورت وحسابهم على تويتر وبيتكلموا على ان موسيماني يوصي بتفعيل عقد الثلاث سنوات لمروان محسن. احنا عارفين مروان كان جدد تعاقده مع النادي الاهلي، دي كلها امور اداريه خاصه بالنادي، اكيد هيتم التوثيق ان لم يكن وثق النادي الاهلي عقد مروان محسن، لكن في الحقيقه بيؤدي مباراه اخيره بشكل مميز، بيحرز هدفين حلوين جدا، فبالتالي نتمنى له دايما التوفيق والاستمراريه بالنسبه للعيب مهم زي مروان محسن في خط هجوم النادي الاهلي. طيب الجزئيه الاخرى والمهمه قوي واللي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم هو من حساب سوبر كوره على فيسبوك وبيقول وصلت غزل من موسيماني لصالح جمعه قبل مواجهه بيراميدز. فبالتالي موسيماني عنده ميزه مهمه قوي وهو التعامل النفسي مع اللاعبين وكيفيه اداره الجوانب النفسيه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. في بعض اللاعبين بيبقوا محتاجين معامله معينه زي منهم صالح جمعه، ما فيش مشكله يعني الراجل بطريقه معينه تقدر تطلع كل اللي انت عايزه منه. واضح ان موسيماني يعرف يطلع من صالح جمعه اللي هو الفريق محتاجه، القدرات الفنيه الكبيره والهائله اللي موجوده عند صالح جمعه وللاسف ما قدرناش نستفاد منها بسبب بعض الامور سواء الخاصه باللاعب او الخاصه باللاعب بس في الحقيقه يعني، واللي ادت لابتعاده عن النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. الفتره اللي جايه في حاله تفاؤل كبيره جدا بصالح جمعه، مستر موسيماني مركز معاه بشكل كبير وباذن الله يقدر يطلع قدراته اللي الفريق محتاجها خلال المراحل المختلفه المقبله. وهو الراجل اتكلم معاه وكان في حديث متواصل ما بينهم وطلب منه التركيز، مجرد التركيز وكيفيه انه يكون لائق بدنيا وفنيا بالنسبه لوجهه نظر موسيماني هيكون متواجد صالح جمعه. شفناه في المباراه الاخيره راجل بصراحه موهوب قوي، عمل كورتين حلوين رغم غيابه الطويل. خلينا نروح لماجيكانو على فيسبوك وقالوا ان 7 ايام على نصف نهائي افريقيا وجمهور الاهلي بيعدي الايام في الحقيقه عشان المباراتين دول بتوع الوداد وعشان البطوله بشكل عام، لان البطوله وحشانه وجمهور الاهلي مفتقده بشكل كبير وان شاء الله منتظرين ومساندين وداعمين رغم كل الهجوم اللي ممكن يكون على النادي الاهلي الغير مبرر، هجوم غير مبرر اللي كان هيفضل في ظهر النادي بكل تاكيد. طيب صفحه الكاف على تويتر تحديدا بترصد الفرق الاكثر تسديدا على المرمى في بطوله دوري ابطال افريقيا وبتقول واضح كده ان مباراه الاهلي والوداد هتكون مباراه مليئه بالفرص. فبيقول لك تي بي مازيمبي 37 تسديده على المرمى ده في البطوله الحاليه يعني، الوداد 37 ايضا وبعديهم الاهلي 35 والنجم الساحلي 33 ومامولودي سان داونز 31 تسديده. وده جانب تحليلي خاص بالفرق اللي هتشارك في دور نصف النهائي تحديدا الفتره اللي جايه. خلينا نروح لليوم السابع على فيسبوك وبيتكلموا على جيرالدو وانه يقترب من الرحيل الى البرازيل لمده موسم بعد موافقه الاهلي. الكلام ده في توقيت غير مناسب اطلاقا، كلها امور بالمناسبه بتتعلق بوجهه نظر المدير الفني مستر موسيماني، مدير فني جديد ممكن يكون ليه تقييم مختلف لبعض اللاعبين، ممكن يكون محتاج جيرالدو ممكن ما يكونش محتاجه، لكن في نفس الوقت جيرالدو لعيب موجود في فرقه الاهلي ومقيد افريقيا وهتلجا ليه مؤكد في دور نصف النهائي والنهائي باذن الله تعالى. فمش ده التوقيت اللي ممكن نتكلم فيه مع حضراتكم من خلال شاشه قناه النادي الاهلي بخصوص رحيل او بقاء بعض اللاعبين. جيرالدو عنصر مهم نتمنى له التوفيق باذن الله. الفتره اللي فاتت لعب مباراه اللي قبل اللي فاتت تحديدا كان نزل بشكل كويس وادى بشكل كويس، لو كمل بالشكل ده هيفيد الاهلي في بطوله افريقيا باذن الله تعالى. هم هنا بيتكلموا على عرض البرازيل، لو جه اي عرض النادي الاهلي النادي بيدرسه وبعد كده بياخد القرار الانسب من وجهه نظره ولمصلحه الفرقه بكل تاكيد. طيب كيك اوف الحساب الجنوب افريقي والموقع الجنوب افريقي الشهير بيرصد تصريحات لبيني ماكارسي طبعا نجم فريق او نجم منتخب جنوب افريقيا فتره كبيره من الفترات، والراجل ده كان هداف كاس الامم الافريقيه 98 مع نجم النادي الاهلي السابق والزمالك ومنتخب مصر كابتن حسام حسن برصيد 7 اهداف على ما اتذكر في 98. وبيتكلم على ان هو هنأ بيتسو موسيماني بعد توليه مهمه النادي الاهلي، بيوصف النادي الاهلي بان هو ريال مدريد افريقيا
وانه فريق عنده تاريخ كبير وعظيم، وشايف ان هي خطوه مهمه جدا بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني، وهنقدر نتواصل معاه وده امر في الحقيقه جيد، وردود افعال كبيره جدا في القاره بشكل عام بخصوص تولي مستر موسيماني تدريب النادي الاهلي. خلاص المرحله دي بقى خلصت، تولى مستر بيتسو، احنا بنركز معاه في اللي جاي وبندعمه باذن الله تعالى. طيب دي كانت بعض الامور الخاصه بترند الاهلي تحديدا، والكلام كان على بعض القضايا والاخبار الهامه واتكلمنا فيها مع حضرتك. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه في تفاصيل ثانيه هنتكلم فيها، استنوا. اهلا بحضراتكم من جديد، معانا فقره مهمه من ضمن فقرات الترند دايما، وهي فقره ترند اونلاين، وهنتواصل مع احد الاصدقاء والزملاء الصحفيين الكبار، وهو الاستاذ محسن لملوم مدير تحرير الاهرام الرياضي. يا استاذ محسن اهلا بيك وحشنا كتير. اهلا بيك يا استاذ امير، انت اكتر والله، وقناه الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. منورنا. عندنا بعض الملفات المهمه عايزين نتكلم فيها، هبتدي معاك ببطوله الدوري واللي اتحسمت خلاص من عده اسابيع سابقه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن تقييمك للبطوله بشكل عام ورؤيتك لمباراه الغد تحديدا ما بين الاهلي وبيراميدز. يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان البطوله حسمت من بدري، يمكن النادي الاهلي ما قبل كورونا يختلف طبعا عن ما بعد كورونا. ما قبل كورونا كان الى حد ما كان ماشي بخطه ثابته، بعد كورونا كان في بعض التذبذب، لكن قدر النادي الاهلي يحافظ على ثباته وحقق البطوله قبل نهايتها بسبع اسابيع، وده كان يحسب ليه. حتى برغم رحيل المدرب ريني فايلر، النادي الاهلي قدر، او الاداره بصراحه، اداره مجلس اداره النادي الاهلي هنا يحسب ليها انها قدرت توفر المدير الفني الاوقع للنادي الاهلي في الفتره الحاليه، الانسب او الاوقع اللي هو بيتسو موسيماني، اللي كونه ان هو مش بس عارف النادي الاهلي، لا كمان عارف كويس جدا فريق الوداد المغربي، اللي هو النادي الاهلي طبعا بيطمح لبطوله افريقيا زي ما كلنا عارفين. اكيد. طيب بما اننا هنتكلم على بطوله افريقيا، وانا عارف انك ملم جدا بالدوري المغربي ومتابع لدوريات شمال افريقيا بشكل عام كمان، فعايز اخد تقييمك للوداد والرجاء خلال المراحل الحاسمه الحاليه في الدوري المغربي في شده المنافسه القائمه ما بين الفرقتين دول، معاهم نهضه بركان كمان، فتقييمك ليهم ايه من الجانب الفني تحديدا؟ والله برضو سبحان الله، الوداد والرجاء تحديدا اختلف الامور ما قبل كورونا لما بعد كورونا. يمكن قبل كورونا كان الوداد كان متفوق على، كان متسيد الدوري المغربي، ويمكن كان الرجاء في المركز الرابع. بعد كورونا الامور زي ما حصل برضو في مصر، الامور اختلفت تماما، وبقى نادي الرجاء هو اللي على القمه. قدر يستغل او يستفيد من تعثرات نادي الوداد، ووصل الامر ما بينهم سجال، يمكن ده بكل امانه في مصلحه الاهلي والزمالك تحديدا، ان هم تفضل المنافسه بينهم لحد النهايه، لحد مباراه بكره اخر جوله، الجوله 30 في الدوري المغربي اللي هي بكره ان شاء الله، بكره بالليل الساعه 8 في نفس التوقيت برضه الاهلي وبيراميدز. ده عمل حاجه محترمه جدا للنادي الاهلي والنادي الزمالك، ان هو خلاهم تحت ضغط وتوتر وارهاق شديد بس جدا. بس بالمناسبه يا استاذ محسن، ما هو الزمالك برضه تحت نفس الضغط بسبب المنافسه على المركز الثاني في بطوله الدوري. اقصد لو كان الدوري حسم بدري في الدوري المغربي، بطوله الدوري حسمت مبكرا، كان يبقى عندهم اريحيه اكتر، لكن ده خلاهم تحت ضغط. يمكن المستفيد، القناه عشان تكون بكل امانه، مش هجامل النادي الاهلي، لان هو طبعا خلاص النادي الاهلي خلص بطولته من فتره وريح، لكن النادي الوداد مضغوط جدا في الفتره الاخيره، ويمكن صراع النقطه ما بين الرجاء والوداد هو اللي عمل ده. يمكن بكره الرجاء عنده 57 نقطه في المركز الاول، والوداد عنده 56 نقطه في المركز الثاني، يمكن الصراع اكبر ما بينهم. في نفس الوقت الرجاء هيلاعب الجيش المغربي، والوداد هيلاعب الفتح الرباطي. يمكن الناس بتقول ان الرجاء حظوظه اوفر في الفوز بالبطوله، بس في سيناريو غريب جدا، او في صدفه غريبه جدا حصلت سنه في دوري 2009 2010، لما كان اخر جوله وكانت نفس الظروف برضه، الرجاء قبل الجيش والوداد قبل الفتح، وكان الرجاء متفوق بنقطه، ولكن حصلت المعجزه ان الوداد كسب الفتح يوم 1-0، والرجاء خسر 1-0 من الجيش وخسر بطوله الدوري. يمكن عشان كده الوداد بيعول على الـ على الـ على السيناريو ده بكره، لكن ما اعتقدش ان الرجاء، والله اعلم طبعا هيحصل ايه، ما اعتقدش الرجاء انه ممكن يفرط في البطوله بالشكل ده، وخصوصا انه قرب لها جدا. كمان في مفارقه غريبه جدا في مباراه بكره، مش بس صراع رجاء ووداد بين اللعيبه، لا ده بين مدربين. ده شاء الظروف انه مدرب الجيش الملكي اللي قبله الرجاء هو عبد الرحيم بن طالب، اللي هو لاعب الوداد السابق، ومدرب الفتح المغربي اللي هيقابل الوداد مصطفى الخلفي، اللي هو كان برضه لاعب الرجاء السابق.
فكل من الفريق الرجاء والوداد بينتظر هديه من لاعبه السابق. الرجاء بينتظر هديه من لاعبه مصطفى الخلف اللي هو حاليا مدرب الفتح، والوداد بالعكس من عبد الرحيم بن طالب. فعشان كده هتبقى قمه الاثاره والسخونه في اخر جوله في الدوري المغربي بكره ان شاء الله. هل في غيابات مؤثره في صفوف الفرقتين قبل جوله الحسم غدا وقبل كمان دور نصف النهائي في افريقيا؟ يعني الوداد ما عندوش غيابات قوي، الرجاء يمكن عنده غياب كذا لاعب اهمهم حميد احداد للايقاف. يمكن ده حتى بقول لك انه موسمه انتهى خلاص مع الرجاء، لان زي ما انت عارف ان هو غالبا مش هيلعب قدام الزمالك بسبب الاتفاقات اللي بين الرجاء والزمالك، فهيبقى الموسم بالنسبه له انتهى. هو اللي عنده الايقاف ده ابرز غيابات الرجاء، لكن الوداد صفوفه شبه مكتمله تقريبا. طيب اكيد نتمنى في كل الاحوال ايا كان مين اللي يفوز بالدوري المغربي، لكن التوفيق يكون للفرق المصريه باذن الله، ويبقى نهائي مصري خالص، نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. بالتالي عايز اخد توقعك لدور نصف النهائي تحديدا، والمتاهل للمباراه النهائيه هيكون مين؟ والله طبعا اكيد اتمنى زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان يكون الاهلي والزمالك، ويكون نهائي تاريخي ما بين الاهلي والزمالك في استاد القاهره. لكن شايف الامور مش سهله، يعني اكيد مش سهله. يمكن في نقطة مهمة جدا في صالح الأهلي والزمالك برضو، اللي هو غياب الجمهور المغربي. ده بيبقى عنصر فعال كبير جدا 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 لا ينكر ذلك، قوي جدا، خصوصا ان انت هنا في مصر بتلعب، اي نعم بتلعب ماتشات، كنت بتلعب ماتشات افريقيا بجمهور، بس بيبقى عدد محدود من الجمهور. فالجمهور في هذه غياب الجمهور يصب بكل امانة في صالح الأهلي والزمالك. انا شايف ان فرص الأهلي والزمالك في الفوز او في الخروج من المغرب بنتيجة ايجابية كبيرة جدا جدا جدا، بسبب حالة الإرهاق اللي عليها الفرقتين، بسبب ضغط المباريات اللي هو المتأخر ده. يمكن ده أثر على مستوى لعيبة كتير. يمكن في الوداد هتلاقي وليد الكارتي مستواه هبط، هتلاقي صلاح السعيدي مستواه هبط، حتى كاسونجو مستواه هبط، لكن هتلاقي حتى على مستوى الدفاع في مشاكل. لكن أحذر النادي الأهلي، ودي فرصة أنا بتكلم معاك في النادي الأهلي، من إسماعيل الحداد. إسماعيل الحداد هو روح بين قوسين، هو روح فريق الوداد بصراحة. لاعب رائع جدا، ووصل إلى مرحلة النضج. حتى هو كمان كان جاي له عرض من نادي الخور القطري، عرض بمبلغ كبير جدا، لكن هو فضل أن هو يبقى إلى نهاية مباريات الدوري ونهاية مباريات أفريقيا. والراجل قال أنا عمري مش هسيب الوداد إلا لما أخلص مباريات أفريقيا، وهو كان أحد رجال الوداد في مباريات نهائي، مباراة نهائي الموسم الماضي قدام الترجي في مهزله الرابس. وقال انا طبعا بحلم بالتدريب، نتمنى طبعا احلامه ما تتحققش، لكن انا بحذر مدافع النادي الاهلي من هذا اللاعب اللي بيجيب ضربات الراس. اسماعيل الحداد بيجيب ضربات الراس، ويجيب الضربات الثابته بشكل اكثر من رائع. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه. استاذ محسن، انا بشكرك شكرا جزيلا. الاستاذ محسن لملوم، الناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير الاهرام الرياضي، كان معانا عبر سكايب، واتكلمنا معاه في بعض الامور والملفات الهامه. هروح لفاصل سريع، بعدين نرجع نكمل. يلا عايزين نطمن جمهور الاهلي بشكل اكبر على الفريق واستعداداته الاخيره قبل مباراه بيراميدز بكره باذن الله تعالى. عشان كده خليني اروح لزميلنا العزيز شريف شعبان، مراسل قناه الاهلي المتواجد في استاد مختار التتش في هذه اللحظات. يا شريف اهلا بيك. اهلا بيك، تحياتي ليك زميلي امير ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا شريف، قول لنا ايه اخر الكواليس، اخر الاستعدادات بالنسبه لفريق النادي الاهلي قبل مواجهه بكره امام بيراميدز. يمكن المواجهه بكره هتكون في الثامنه مساء طبعا على ملعب استاد القاهره الدولي. يمكن النهارده اول تمرين لمستر موسيماني، تمرين مغلق، التمرين النهارده مغلق خالص لكل الاعلام اعضاء النادي الاهلي، ولكن كاميرا النادي الاهلي طبعا كالعاده في تغطيه خاصه وحصريه داخل ارض التتش. يمكن بدات المحاضره في الرابعه والنصف، محاضره فيديو موسيماني معودنا الفترات الاخيره، ومن ساعه ما جه محاضرته طويله شويه، محاضره قبل كل مباراه او اليوم الاخير قبل ليله المباراه بيبقى المحاضره ساعه. فبالفعل 4:30 يمكن لسه مخلصين المحاضره، لعيبه الاهلي بتصلي المغرب الان، ومن بعد صلاه المغرب طبعا هيكونوا موجودين على طول في ارض التتش. موسيماني طبعا موجود هو وجهازه النهارده، المدرب العام اول تمرينه ليه النهارده موجود معاه في ارض التتش. يا رب باذن الله يكون يعني وشه حلو علينا باذن الله، عاجبه الاجواء النهارده مع المستر موسيماني، يتحرك معاه في النادي الاهلي، شايف النادي الاهلي عاجبه جدا الاجواء. امبارح كانوا في احد المولات في القاهره، عاجبه جدا القاهره واشاد بالقاهره وحب الناس والناس بتصور معاه، فحابب جدا الاجواء، وقال له فعلا الاجواء هنا مريحه وتخلي الواحد ينجح في شغله. بتمنى له باذن الله التوفيق مع مستر موسيماني وباقي الجهاز. زي ما قلت لك موسيماني من خلفي هو وجهازه في انتظار لاعبي النادي الاهلي ينزلوا باذن الله بعد صلاه المغرب عشان يبدا التمرين. بعد التمرين هيبقى المعسكر على طول في التجمع الخامس، وهيتجه الاهلي، وهيكون العشاء النهارده الساعه 8 مساء باذن الله، مرا بقى بكره باليوم اللي هيبدا في العاشره صباحا الى التحرك الى استاد القاهره الدولي.
استراتيجية موسيماني وأهدافه من مباراة بكرة يا شريف ممكن تكون إيه من خلال متابعتك؟ يمكن انا متابع الفترات الاخيره. يوم الجمعه كان في اجازه، كان في تمرين يمكن زياده لاحمد الشيخ لصالح جمعه مدرب الاحمال، بيراقب كل لعيب بيقول في حد عنده نواقص، فموسيماني مدي له الضوء الاخضر على طول يشتغل معاهم على طول، فقال له الشيخ صالح عندهم نواقص شويه، فكان يوم الجمعه ما عندهمش اجازه وجم فعلا بالفعل اتمرنوا. موسيماني من مدرسه يعني ما تقدرش تعرف فكره قوي غير في التمرين. التمرين النهارده سري، طب النهارده هيدفع فعلا ببعض الناشئين ولا هيلعب بالقوام الرئيسي؟ الناس في بقى اسبوع او بقى من بعد المباراه الاخيره بتتكلم الاهلي ممكن يلعب بالناشئين، الاهلي ممكن يطعم بالناشئين اكثر يعني اكثر في تشكيله اكثر. انا اشك في هذا الكلام، ولكن كل ده هيبان في التمرين اللي هيبدا بعد قليل. استراتيجيته انا ما افتكرش الراجل ممكن يلعب بالناشئين، الراجل ممكن يطعم بعض الناشئين بعض المراكز اللي ممكن يخاف عليها لا قدر الله يجي لها اصابه ولا حاجه، ولكن هتلاقي القوام الرئيسي على ما اظن، انا برضو بخمن مش متاكد من معلومتي، على ما اظن هتلاقي القوام الرئيسي بيلعب بكره في مباراه بيراميدز، ولكن هنستنى المران وهنشوف الراجل بيفكر ازاي، طبعا مع السريه الكامله للراجل في مران، وهنشوف فكره بكره يلعب يعني بلعيبه كتيره ناشئين ولا هيعتمد على القوام الرئيسي. الشناوي بطمنك عليه، أيوة بدا يجري، طالما بدا يجري خلاص كده القصه نطمئن، وكل جميل قالت تطمئن، اهم حاجه في العضله الضمه الجري، طالما بدا يجري يبقى خلاص انا بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، الشناوي باذن الله باذن الله باذن الله جاهز بنسبه كبيره جدا تفوق ال 100% باذن الله لمباراه الوداد المغربي. طيب بما اننا اطمنا على الشناوي، عايز اطمن كمان على ايمن اشرف ومدى جاهزيته لمباراه الوداد تحديدا، يعني بخلاف مباراه بكره مش هتبقى مهمه قوي ان ايمن يكون موجود، لكن عايز اعرف هو جاهز، اصابته عباره عن ايه، خف ولا لسه قدامه شويه ولا لا، وتحديدا كمان عايز اطمن على جاهزيه احمد الشيخ. احمد الشيخ جاهز 100%، وزود حمل بدني اكتر كمان هو وصالح جمعه، فاحمد الشيخ جاهز لمباراه بكره بنسبه 100%، وصالح جمعه ايضا جاهز، وممكن نتفاجئ بكره بصالح جمعه في تشكيل المباراه. ايمن اشرف كان عنده اصابتين، كان عنده قبل المباراه الاخيره كدمه في انكر الرجل وحس بتقل في السمانه، الاصابتين دول ما تمنعوش انه ممكن يلعب بكره، يعني ممكن تلاقي ايمن اشرف في التشكيل يلعب وجاهز 100%، ولكن الراجل ممكن يريحه الماتش الوداد وارد، ولكن لو احتاجه بكره ايمن اشرف جاهز بنسبه كبيره جدا ان يلعب مباراه بكره لو مستر موسيماني احتاجه. اخيرا يا شريف قول لي برنامج الفريق حتى موعد المباراه باذن الله. يمكن الراجل التحرك هيكون في السابعه مساء، هيتحركوا لفندق الاقامه اللي موجود في التجمع الخامس، العشاء هيكون في الثامنه مساء، على طول انت عارف الاجراءات الاحترازيه والبروتوكولات الطبيه والكلام ده كله، الاهلي بيستغل او بيستقل باصين، باص للجهاز الفني وباص للاعبين في الفندق، ايضا كل لاعب وكل واحد في الجهاز غرفه منفصل عن الاخر طبقا للاجراءات الاحترازيه. الفطار هيكون في العاشره صباحا، الغداء بيكون الساعه 2، هو بدا يقدم المحاضره بيخليها الساعه 4:30 او الساعه 4، وبيخلي السناكس بعد المحاضرة، وبعد كده بيبقى تحرك حوالي الساعة 6 مساء إلى استاد القاهرة الدولي. أنا بشكرك يا شريف شكرا جزيلا، زميلنا العزيز شريف شعبان، وإحنا شايفين كمان في الخلفية كده خلاص مران الأهلي ابتدى وعمليات الإحماء قبل التدريبات البدنية والفنية الخاصة بالفريق، فإن شاء الله نتمنى للأهلي كل التوفيق، ونشكر كمان زميلنا العزيز شريف شعبان على هذه المداخلة الوافية واللي قال لنا فيها كل التفاصيل الخاصة بالفريق قبل مباراة الغد أمام بيراميدز، إن شاء الله نتمنى لهم فيها كل التوفيق. بالتالي خلينا نروح لتفاعل جمهور النادي الأهلي معانا على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، وكان سؤال الحلقة توقعاتهم ليه تشكيل الاهلي في مباراه بيراميدز بكره ان شاء الله. نبتدي بمعاذ حمدي الازهري، قال علي لطفي، احمد فتحي، ياسر ابراهيم، محمد هاني، ايمن اشرف، ديانج السوليه، كهربا، افشه، الشحات، مروان الهداف، اتمنى الفوز للمارد الاحمر باذن الله تعالى. احمد اي اس سي قال علي لطفي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، هاني وفتحي وديانج، حمدي فتحي، كهربا، جيرالدو، افشه، مروان، ويريح السوليه واجايه. هنشوف مستر موسيماني هيعمل ايه في الجزئيه دي تحديدا. محسن عبد الهادي قال علي لطفي، محمد هاني، ياسر، احمد فتحي، وحيد، ديانج، حمدي فتحي، صالح جمعه، اجايه، مروان، محسن، وحسين الشحات. كمان لسه في بعض التفاعل، نقول احمد مصطفى قال علي لطفي، ياسر ابراهيم، احمد فتحي، محمود وحيد، محمد هاني، حمدي فتحي، السوليه، الشحات، كهربا، افشه، مروان، محسن، هشام صلاح، قال لطفي واحمد فتحي وياسر ابراهيم ومحمد هاني ومحمود وحيد، وفي نص الملعب ديانج والسوليه، وقدامهم اجاييه ووليد سليمان وكهربا، وقدامهم مروان محسن. مصطفى عرفه قال علي لطفي، احمد فتحي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، محمد هاني، وحمدي فتحي، عربي، بدر، واجاييه، افشه،
وشادي رضوان، ممكن شادي رضوان يبتدي هنشوف، وايضا مروان محسن. دي كانت بعض يعني توقعات جمهور الاهلي لتشكيل الفريق قبل مباراه بيراميدز باذن الله بكره. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من ترند. بكره هيكون عندنا حلقه مهمه لان هنتابع فيها كواليس كل ما قبل مباراه الاهلي وبيراميدز، اللي اكيد بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يكونوا 3 نقاط جديده في مشواره وفي بطوله الدوري المحسوم بالنسبه له. لكن دايما نبقى عارفين اهداف الاهلي وطموحاته من اي مباراه هو بيشارك فيها ايا كان الدوري اتحسم ولا لا. نتمنى لهم باذن الله التوفيق، وبكره متابعه وفيه لما قبل هذه المباراه. الى اللقاء.